معارك كر وفر تشهدها مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط تدفق تعزيزات للميليشيا والمخلوع إلى المنطقة بعد إحراز قوات الجيش والمقاومة الشعبية تقدما محدودا في كافة الجبهات. تصريحات نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة صنعاء محمد الحرملي أكدت أن قوات الجيش والمقاومة حررت سوق بران على أطراف منطقة مسورة باتجاه إرحب، وحاولت الميليشيا العودة من جديد لكنها لم تتمكن من ذلك بعد أن عززت قوات الجيش والمقاومة خطوطها الدفاعية في المناطق التي سيطرت عليها. ووفقا لمصادر ميدانية فإن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تستعد لتطهير نقيل بن غيلان الذي يعد موقعا استراتيجيا وبالقرب من ثلاث مديريات أرحب وبني حشيش وبني الحارث. مقاتلات التحالف شنت في عملياتها الأخيرة سلسلة من الغارات على نقيل بن غيلان تمهيدا لتحريره من الميليشيا وحليفها المخلوع صالح، كما استهدفت الغارات أيضا تعزات قادمة من العاصمة صنعاء إلى ذات الجبهة. جبهة صرواح هي الأخرى تشهد مواجهات متقطعة، حيث حاولت الميليشيا السيطرة على مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات الجيش والمقاومة، لكنها واجهت مقاومة شرسة حالت دون تحقيق أي تقدم حسب ما ذكرت مصادر ميدانية. وتشكل المعارك التي تشهدها محافظتي مأرب وصنعاء قلقا كبيرا بالنسبة للميليشيا وتقض مضاجعها، خاصة مع وصول قوات الشرعية إلى مشارف العاصمة صنعاء في مهمة استعادتها من الميليشيا والمخلوع.